السلام عليكم، تحية لكاع الأحرار المقاطعون. كنشوفوا تصريحات اللي كتستفز أبناء الشعب، كنشوفوا تصريحات اللي كيقول فيها واحد المسؤول ديال شركة سنترال بأن الشعب المغربي خائن، وسطروا عليها بالخط الأحمر، خائنين. حنا ولينا خوانا لأننا مجرد اختارينا حريتنا واختارينا حقنا، الحق ديالنا باش ناخذوا واحد المنتوج ولا ما ناخذوش. كيولي واحد المسؤول في شركة سنترال اللي هو مدير شركة سنترال كيقول بأن الشعب خائن، مسؤول آخر كيقول بأننا مداويخ. أخنوش سفز الشعب المغربي ومشى كيشرب في سنترال اللي مقاطعينه أبناء الشعب. اليوم انتظرنا من شي مسؤول، انتظرنا من الحكومة، انتظرنا من الجمعيات الحقوقية، انتظرنا من الجمعيات ديال المستهلكين، انتظرنا من يعني من شي جهة معينة انها تنصر ابناء الشعب، لان ابناء الشعب يعني تغلبوا لانهم تقاسوا في جيوبهم. الى انت يعني الى انت السي مدير الشركة ولا السي اخنوش ولا الوزير اللي نعت الشعب بانهم من المداويخ، ولا هاد الناس اللي ولاو دابا خارجين كيسبوا في الشعب المغربي لمجرد انهم اختاروا انهم يقاطعوا، الا نتوما تضريتوا في جيوبكم وهذوك العمال اللي معاكم مثلا حتى هما تضروا، فاحنا كنقولوا شكون اللي مضرور اكثر، واش نتوما ولا الشعب المغربي؟ تحيه للعمال اللي حتى هما مقاطعين اللي ما بقاوش راضين بالذل، تحيه للفلاحه اللي خرجوا بتصريحات ضد هاد الشركات، تحيه لاي مغربي مقاطع. ولكن نقول اننا لو كنا في دوله الحق والقانون كان هاد المسؤولين يعني يتم الاعفاء ديالهم. راه ما يمكنش نبقاو نسمعوا ان اخنوش قريب من يعني من القصر او قريب من الملك، هذا يعني انه غادي تولي عنده السلطه باش يقول اللي بغى او لا باش يدير اللي بغى او لا باش ما او لا باش ما يتقربش من الشعب المغربي. لانك انت مسؤول، الدور ديالك هو تعرف المشاكل ديال ابناء الشعب. ابناء الشعب ماشي ضدك وماشي ضد الشركه ديالك، بل بالعكس هما كانوا معاك وكانوا مع الشركه، هاد الشركه الثلاث هما اللي كانوا مع ولاد الشعب. افريقيا الجهه المحتكره، سنترال الجهه المحتكره، سيدهم علي الجهه المحتكره، اي ان ابناء الشعب كانوا معاكم. ولكن ملي لاحظوا التجبر ديالكم ولاحظوا انكم ما كتخموش فيهم ولاحظوا انكم كتزيدوا عليهم وقت ما بغيتوا ولاحظوا انكم ما عندكمش مسؤوليه، انتم غير مسؤولين. حنا ما كيحصلش لنا الشرف انه يكون عندنا مسؤولين بحالكم، لانكم لو كنتم في دولة الحق والقانون كنتم خاصكم تعاقبوا، وكان المكان ديالكم ما يكونش معنا في هذه البلاد. مع العلم اننا ما كنطالب يعني ما كنطالبوش شي حاجه مستحيله. الشعب المغربي كيطالب بالحليب يرجع ل 50 ريال، الشعب المغربي كيطالب من سيدهم علي يرجع باش يرجع ب 4 دراهم، الشعب المغربي كيطالب باش ليسانس المازوط يرجع عباد الله ب 7 دراهم كيف ما كان. فلهذا نحن نقول على اننا لازلنا مستمرون، وهذه يعني ما هي الا يعني مجرد بدايه للشعب المغربي، هذه راه غير واحد البدايه، وهذه رساله انا كنفتخر بها. اليوم الشعب المغربي عرف كيفاش يحارب الفساد، ملك البلاد يقول يجب محاربه الفساد، الشعب المغربي كان كيخرج في مظاهرات، منهم اللي كيتعتقل، منهم اللي كياكل الزرواطه، منهم اللي كيمشي للحبس. ولكن الحمد لله هذه المقاطعه اللي درنا حنا فهي سلميه وغتبقى غير في دارك، ما غيضربك لا يعني ما غتضرب لا بالزرواطه، ما غيتم اعتقالك الا لبغاو يتم يعني الا لبغاو يكبروهم ويعتقلونا نيت، لاننا كنحاربوا شنو؟ كنحاربوا الفساد. هذا هو، هذه محاربه الفساد. اخيرا غادي نقول يجب محاسبه كل من استفز الشعب المغربي، يجب محاسبته عاجلا ام اجلا، خاصهم يتحاسبوا هاد الناس، لان هاد الناس ما مسؤولينش وحنا مقاطعين، وهذه مجرد بدايه، والى اقتضى الحال غنزيدوا منتوجات اخرى باش تعرفوا قيمه الشعب المداويخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.